هي العلامات اللي ممكن تظهر على شخص بيحبك جدا؟ من ضمن العلامات دي هتلاقي ان الشخص ده مهما بتديله على راسه وبتجرح كرامته وبتذله وبتعمل اخطاء كتير جدا ومع ذلك بيسامحك، ومع ذلك ممكن يتعصب شوية ولكن ما يقدرش يجرحك بكلامه، ما يقدرش يبعد عنك، لان انت بالنسبة له كل الحياة. هو لو قادر يتخطى الذكريات اللي ما بينكم، ولو قادر يتخطى الحاجز اللي جواه اللي بيمنعه ان هو يأذيك او يجرحك بكلام، كان عملها من زمان، وكان طلع عينك وزهقك في حياتك، وكان قل من كرامتك خالص، وما كانش اعتبرك اصلا شخص قريب منه، وكان زلك، وكان كمان خلى الناس تعرف عنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك. ده لو فكر ان هو يتكلم او خرجك من قلبه، او ان الشخص ده مش متذكر تفاصيل كويسة ورائعة ما بينكم. الشخص اللي زي ده فعليا بيكون جواه قدر كبير جدا من الحب والتعلق بيك، مش قادر يتخطاك، فبالتالي ممكن يسمح ليك انك تزل كرامته. والله العظيم تزل كرامته وتجيبه الارض، وكمان تغلط كتير ويسامحك مرة واثنين وثلاثة واربعة. ولكن يا صديقي احذر، علشان الشخص ده زي ما بنقول كده، اتقي شر الحليم اذا غضب.